مشاهدينا اهلا بحضراتكم. قرر النادي الاهلي تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل كمدير جديد للكره بمنظومه الفريق الاول بعد توجيه الشكر لمدير الكره السابق سيد عبد الحفيظ. اكد النادي الاهلي ان الاختيار وقع على خالد بيبو في ضوء الرؤيه المستقبليه لقطاع الكره وضروره اعداد كوادر جديده. خالد بيبو بيترأس قطاع الناشئين منذ 4 سنوات وكان مدير الأكاديمية لمدة 2 عامين بالإضافة لحصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من فيفا والاتحادين المصري والإفريقي. أيضا قرر النادي الأهلي تولي وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية فضلا عن خبرات الكروية اللي بيمتلكها. على جانب آخر، غادر القاهرة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي متوجها لسويسرا لقضاء أجازته هناك، حيث حصل فريق الكرة على راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوم عقب نهاية مباراة المصري البورسعيدي في دور الثمانية لبطولة كاس مصر واللي أقيمت على استاد برج العرب بمحافظة اسكندرية وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. تأتي الراحة للاعبين لالتقاط الأنفاس بعد موسم طويل وشاق خاضوا المارد الأحمر توج خلاله ب5 بطولات، صعد لربع نهائي كاس مصر نصف الموسم الحالي واللي هتستكمل في الموسم الجديد. ينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد في 24 من الشهر الحالي على أن يخوض الفريق معسكر مغلق في أوروبا استعدادا للموسم الجديد. بحثت إدارة النادي الأهلي مع سويسري مارسيل كولر عدة ملفات هامة خلال الساعات القليلة الماضية بعد الانتهاء من منافسات الموسم الحالي. من ناحية تانية، كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن كولر استقر على رفض عودة محمد شكري ظهير أيسر الفريق الأحمر السابق ولاعب سيراميكا الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. يحق للنادي الأهلي استعادة محمد شكري من سيراميكا مرة تانية في الميركاتو الصيفي الحالي نظير دفع 7 مليون جنيه لنادي واستعادة اللعب، ده وفقا لعقد البيع اللي تم إبرامه في بداية الموسم المقبل. أكد المصدر أن كولر تحفظ على عودة محمد شكري وبيثق في قدرات كريم الدبيس ليكون بديل التونسي علي معلول في الموسم المقبل بعد ما اشتكى الجهاز الفني من عدم وجود بديل للظهير التونسي. وأوضح المصدر أن كولر معجب جدا بإمكانيات كريم الدبيس ويراه قادر على تعويض معلول، لا سيما أنه ظهير بمستوى جيد وظهر بمستوى جيد خلال مشاركته في عدد من المباريات الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. إذا مشاهدينا، مرة تانية هنعيد اللي حصل في اجتماع النادي الأهلي النهاردة، وقرر النادي الأهلي خلاله عدة قرارات منها تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع ناشئين للعمل كمدير جديد للكرة بمنظومة الفريق الأول بعد توجيه الشكر لمدير الكرة السابق كابتن سيد عبد الحفيظ. وأكد النادي الأهلي الاختيار وقع على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة. أيضا خالد بيبو كان بيترأس قطاع ناشئين من 4 سنوات، كان المدير الأكاديمية لمدة 2 عامين بالإضافة لحصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من فيفا ومن الاتحادين المصري والإفريقي. أيضا قرر النادي الأهلي قرار تاني وهو تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية فضلا عن الخبرات الكروية اللي بيمتلكها. كل التوفيق للكباتن كابتن خالد بيبو وكابتن وليد سليمان في مهمتهم الجديدة. أنا بشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا على المتابعة وانتظرونا دوما في المزيد، وإلى اللقاء.